المورال، الخلاصة، عندك شبح بيطردك، هاجس بيخوفك؟ حتى لو عندي مش هقول. ليه؟ عشان انت جامد بقى؟ لا مش عشان انا جامد، عشان يعني إيه؟ سيدنا علي بيقول لك كل ما هو متوقع آت فتوقع ما تتمنى. ما اقولش، ما اقولكش عمر انا خايف من التوقع. ايه التوقع؟ مش قول، التوقع فكره. لا ما هو اللي يقول لو هي موجوده، لو الفكره موجوده، لو الهاجس موجود. فكره بتبتدي منين؟ فكره بتبتدي منين؟ من قواله، من المشاعر، إوالة، شعور، شعور ثم فكرة. إوالة وكده، إحنا كده شعور إوالة فكرة. الشعور والفكرة كافيين لجذب أي حاجة. يبقى خلال نفسي زي الحلم، فاهم قصدي؟ يعني زي الحلم. يعني لا تحكي رؤياك إلا للحبيب. شبح من الماضي ولا من المستقبل؟ لا أكيد من المستقبل. من المستقبل طبعا، مش من الماضي. يعني إيه الحاجة اللي نفسك تغيرها في أحمد العوضي وبتحاول؟ العصبية، الزربانة. إيه الحاجة اللي غيرتها وسعيد بيها؟ إيه؟ إن أنا أفكر قبل ما ما, ما, ما. قبل ما دب. أيوة أفكر، إن العقل يسبق إيدي. تمام، العقل يسبق العضلات. طبعا طبعا طبعا، وإلا تبقى إنسان مش متزن. يعني لو تذكر بعد 100 سنة من النهاردة، تحب إيه اللقب اللي تذكر بيه؟ حبيب الغلابه. حبيب الغلابه. ايوه، ده اكتر حاجه انا بحبها. طبعا طبعا. عندك امنيه فات اوانها من غير ما تتحقق، او امنيه حاططها قدام عينك ومصر تحققها؟ الهاجس اللي بيطاردني دلوقتي ان انا الناس تبقى بتحبني، والناس تبقى مصدقه فيا، وانا ابقى عايش بحب الناس. الهاجس متعلق بتغير الاحوال؟ طبعا، لان انا هو ده، انا ما يهمنيش النجاح يستمر قد ما يهمني ان حب الناس يستمر. ده يعني لان احنا بنكبر، وان احنا بن 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 بنعجز، ومش هنبقى طول الوقت نجوم، مش هنبقى طول الوقت شباب، ومش طول الوقت هيبقى جسمنا حلو، ومش طول الوقت هيبقى شكلنا حلو، بس هيبقى لك السيره الطيبه ان الناس تذكرك بالخير. اقول لك الراجل ده انا كده، بس زي ما انا اشوف راجل كبير كده فاقول لك انا الراجل ده ناس بتحبه، بس هو ده اللي يهمنا. بس في امنيه ما اتحققتش وفات اوانها؟ لا الحمد لله، لا الحمد لله لا. وبعدين حتى لو في امنيه ما اتحققتش وربنا مش بيدي كل حاجه، احنا مش في الجنه. لا، لو في امنيه ما اتحققتش يبقى خير، واحنا مش في الجنه، لازم نبقى احنا واعيين لده. ما هو انت ربنا لو اداك كل حاجه في الدنيا يبقى الجنه ايه بقى؟ اي الجنه، ايه الجنه؟ ان انت كل اللي انت عايزه بيحصل لك. ما هو انت لازم يبقى في حياتك حاجه ناقصه عشان تفضل دايما تطلب من ربنا. تمام، هو الحقيقه انه لو ربنا ادى بشر كل شيء هيفضل في حاجه عايزها بره اللي اخده، ودايما عشان تدعي. تمام، ما هو ربنا يسيب لك حاجه عشان تدعي له، بس دايما تشكر ربنا على اللي انت فيه. بس كل واحد ما بياخدش باله من النقطه دي، كل واحد باصص على ناقص منه مش على اللي معاه.